السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين. خدوا حبايبي الكرام، جدلكم أنا معاكم من قناة تربية الأرانب مع أبو نرمين. تنساش انزل تحت اشترك في القناة، فعل زر الجرس سبسكرايب، فعل زر الجرس ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب يوميات مربي متابع تربية أرضي. حلقة النهاردة عن التربية الأرضي. خالد شاب يا جماعة مربي على تربية أرضي، عندي شويه اسئله وشويه ملحوظات، عامل لنا فيديو، هنشوف الفيديو ونرجع تاني نرد على الاسئله بتاعته عشان خاطر تستفيد وهو كمان يستفيد. يلا بينا. الله بركاته. ازيك يا ابو نرمين؟ انا عندي دوت الارانب بتوعي، الدكر السنامي ده دكر، والبلجيكي دي نتايه، والبلدي دي نتايه. البلجيكي دي ولدت لي اول مره كانت بيك، ولدت لي الصفره ديت جابت اربعه بس مات منهم واحد. جابت لي الاثنين دول وهو اخوهم، جابت لي الثلاثه دولت. دولت داخلين على 50 يوم المفروض، يعني اهو الدوت ده اكبر واحد فيهم. هما تقال ما شاء الله، هنشيلهم تقال، بس في الحجم لا مش بشع، في الحجم بشع. هو ده اصغر، وده كان هو صغير جاله جرب وهو عمره 15 يوم باين، وعالجته. بس انا عارف الارانب ما بيجيلهاش جرف في العمر ده، بس اخواته الاثنين دول كانوا كويسين، حتى امه كانت كويسه. بس انا عايز اعرف، في ناس قالت من الحر، بس انا ما عنديش، يعني الجو مش حر جامد، لان مربيهم مع الحمام وحاطط سلك على الشباك، حاطط سلك على الشباك، فاوضه طراوه يعني مش حر خالص ولا حاجه. ودي بقى ولدتي تاني مرة جابت 8. الفران خدتهم، انا مش حاططها هنا، حاططها في مكان تاني، بس لقيت الباب واقع فالفران دخلت وخدت عيالها وما تبقاش غير دوت. ده عمر 12 يوم، ابرد ده حبيس، بس ده ضعيف برضه، يعني المفروض يبقى واحد لوحده، يبقى امه مشبعاه. انا برد حبيس وبلاقيه راضع ما شاء الله. انا رضعته النهارده الصبح، والمفروض هدخله مترضع دلوقتي، وان شاء الله سنام. هي كانت جايبه 8 بس الفران خدتهم، ما تبقاش غير ده. يلا مش مشكله، انت تتعود المره الجايه. وعندي الارنبه البلدي دي، دي جابت لي ما شاء الله، جابت 6 ارانب، مات منهم واحد، راسه على 5. عندي دي دولة ما شاء الله، وهم بقيتهم اهو. ده عندي طلع دكر الاسود، والتاني ده دكر، والتلاتة دول نوتي. التلاتة دول دولت عمرهم 24 يوم، بس هم معذورين شوية عشان بلدي، بس برضو ابوهم يعني سلالة، وسلالة كويسة. ابوهم 4 كيلو تقريبا، وامهم 3 كيلو، بس امهم انا حاسس برضو ان سلسلة ظهرها ضعيفة، مع اني اديتها حلبة بعسل، اديتها حلبة بكالسيوم، وكنت بديها عسل، وكنت بجيب لها بقدونس، وكان العلف ده طبعا قصادهم. العلف ده بحطهم زي دلوقتي وفترة النهار عشان الحمام، يا امهم بلدي بس ابوهم سلالة، يعني المفروض يبقوا حجم كويس عن كده. ودول بقى انا عايز اعرف هما ضعاف ليه، واخوهم برضو التاني هيطلع ضعاف زيهم. وده جاله جرب مرض صغير يا جميل، دوت جاله جرب هو صغير، مع ان دوت اخواته كانوا كويسين، لكم مش حاجة، هو الوحيد اللي جاله جرب وعالجته والحمد لله خد. وعندي العلف بتاعهم دوت، العلف ده اسمه علف الايمان، انا خلصت عليه حاجات عشان الحمام بس، واسمه علف الايمان. علف كويس برضو، بجيبه لابوهم وامهم من ساعة ما كانوا صغيرين. والذكر اهو بسم الله ما شاء الله، هي اللي النتاية مش عارف هي ضعيفة ليه شوية، حس ان ظهرها باين، يعني ظهرها بص ده ظهره عريض ما شاء الله، دي ظهرها رفيع مش عارف بقى من ايه صراحه. هو ده بدا يطلع، هو الصفحه بتاعته اهي، صفحته بس مش عارف هو ليه كل شويه دي. هو في اوضه تانية ممكن اربيهم فيها، بس الاوضه التانية دي هتبقى حر جامد جدا عليهم، وهو اصلا الاوضه دي يعني تراوه، فيها شباك على السلك، والباب عليه بيجيب شمس، حاطط مشمع، فيعني الجو رطوبة كويس، حتى المية عندهم ساقعة عشان تخفف الحرارة شوية. واحنا الظهر اصلا، احنا الظهر وهو مفيش مهجان او حاجة خالص، وبياكلوا
ده بيتعتبر. عايز اعرف بقى، كل اللي عايز اعرفه هما ليه دول الضعاف. هو النظافة، انا كنت بنضف لهم كويس، كنت مهتم بالنظافة قبل كده، بس الفترة اللي فاتت دي تعبت وجالي برد جامد يعني، ف ما عادش قدرت اطلع لهم فترة، فلسه هبدأ بقى اهتم بيهم تاني. بس دلوقتي لما اتولدوا كنت مهتم بنظافتهم جدا وبالهواء بالتهوية. معرفش هي لبنهم صح كان ضعيف، يعني الأم كان لبنها ضعيف عشان كانت أول مرة، تاني مرة بقى ما شاء الله لبنها كويس، هي عشان أول مرة صح، بس تاني مرة يعني لبنها كويس بس ابنها برضه ضعيف، معرفش ليه. وعندي دولاب بردك، عايزك تقولي هما دولت حجمهم يعني بالنسبة لأمهم بلدي وأبوهم سلامي، هما دولت حجمهم كويس ولا ضعاف برضه؟ بس أنا متهيألي ضعاف. هما دولت 26 يوم، 26 يوم. هما تشيلهم تقال بس كحجم مفيش خالص. فبس أنا عايز أعرف بس هما ليه ضعاف في الحجم، ومع ان العلف كويس وفي تهوية كويسة. بس والسلام عليكم. ورجعنا لكم تاني يا شباب، بعد ما شفنا الارانب بتاع الخال، شفنا الفيديو بتاعه، شفنا نظام التربية الارضي عنده. اول حاجة عندك يا خالد، انت بتقول ان الارانب حجمها مش بيزيد وحجمها مش بيكبر، وحاسس ان هما جسمهم ضعيف. ده طبيعي، التربية الارضي الارنب عمره 15 يوم او 12 يوم او 17 يوم بيبدأ يطلع عندك من الصفيحة أو المكان اللي الأرنب ده فيه، يجري على الأرض ويجري هنا ويجري هنا ويجري هنا، والأرنب ده يجري وراه وده يجري وراه، فشيء طبيعي جسمه مش هيزيد، لأن الأكل والغذاء اللي هو بياكله بيحرقه، جسمه ووزنه مش بيزيد وحجمه مش بيزيد، لأن حرق الدهون اللي هي الأكل اللي أكله بمعنى أصح ما استفادش من الأرنب. كمان انا شايف عندك مشكله وخطا كبير جدا جدا جدا، ان انت حاطط العلف في صينيه كده واسعه وكبيره. فطبعا الصينيه كبيره، الارنب شايف الارنب، لو انت شفت لاحظت الفيديو الارنب الصغيره واقفه في قلب ايه؟ في قلب الصينيه. طب هي لما تاكل وتعمل بول وبراز على العلف ده، فشيء طبيعي هتواجه عندك مشاكل، هتواجه عندك مشاكل، مشاكل انتفاخات، اسهالات، مشاكل معويه، هتواجه عندك مشاكل كتير. كمان عندك انت مربي الحمام مع الارانب، وطبعا ده مشكله كبيره جدا جدا، وجود الحمام مع الارنب. الحمام بيعمل قلق، بيطير وبيعمل اصوات والكلام ده، وبيعمل ريش، وكمان الحمام نفسه حامي، بيجيب فاش، بيجيب حشرات، تمام، عشان عشاش الحمام. فالارانب مش عايزه الكلام ده، الارانب مش عايزه يبقى في حشرات او يبقى في نمل او يبقى في اي مشاكل في قلب ايه؟ في قلب المكان. فطبعا غلط وجود الارانب مع الحمام، يفضل تعزل الارانب، ويفضل كمان يا خالد ان انت تربي بطاريات. لو عندك 3 نتيان وذكر، بطاريه زي كده 8 عيون، عين الذكر وثلاث من 3 نتيان، وحط الخيطه بتاعتك فوق، هتلاقي عندك شغل افضل من كده بكتير بكتير قوي. انت بتقول عندك الارانب الام بلدي وزنها 3 كيلو. طب 3 كيلو ازاي وبلدي؟ البلدي ما بتخطاش ال 2 كيلو. الارنب البلدي وزن الام البلدي او الذكر البلدي ما بيتخطاش ال 2 كيلو. ف 2.5 3 3 وانت طالع، ده ارانب سلالات وليس ارانب بلدي. ارانب سلالات وليس ارانب بلدي. فوق ال 2 كيلو ونص مش بلدي. مش بلدي. يبقى ده دخل في خط السلالات اللي هو بمعنى اصح هجين السلالات، ماشي، الارنب الهجين المنتشر هنا في مصر. انت بتقول ان الارانب ارنب صغير جاله جرب وانت عالجته، طبيعي لازما الارنب يجي لها جرب. المكان الارانب بتجري على الارض كلها في مكان واحد، لو ارنب سابه الجرب بينقل الجرب لكل الارانب التانية اللي حواليه، لان لما بيجي بيروح ينام في حضن اخوه، خش في قلب الصفيحة التانية، يجري هنا يقف جنب بعض، يدوس مكان الارنب المصاب، فلازم ممكن الجرب ينتشر عندك في المكان وتواجه عندك مشاكل كتير. كمان برضو انا شايف الارضية نفسها بتاعت المكان فيها زبل كتير وفيها وسخة كتير مش متنضفة، وطبعا ده اكبر غلط، اكبر غلط. كمان انا شايفك انك حاطط الميه في اناء حله كبيره قد كده،
طب ما ممكن الارنب يجي يشرب الصغير يقوم بلل نفسه في قلب الحله ديت، ممكن ايه ياخد برد او يجي له مشاكل معويه ومشاكل تنفسيه يقوم ميت. فيفضل ان انت تربي تربيه بطاريات. تربيه بطاريات مفيش معاك ماده ان انت تشتري تربيه بطاريات، على الاقل ممكن تشتري علافات من بتاعه الارانب وتسمرها في الحيطه، تعلمها ب 10 جنيه وتسمرها في الحيطه، تمام؟ لو جيت تحسب اللحوق اللي انت حاطط فيه لحوق المونيا لو بتوزنه وزن هيجيب معاك 40 50 جنيه، ممكن يعدي كمان. لو انت بعت وجبت الالمونيا وجبت انت علافات صاد خاصه بالارانب ب 10 جنيه هتجيب لك 4 5 هتسمرهم جنب الحيطه على ارتفاع عالي، الارنب بيمد يبوزه بس ياكل منه، مش هيهدر معاك في العلف ومش هيبوظ معاك العلف ولا هيتبول في قلب العلافه زي اللحوق اللي عندك. كمان ممكن تجيب لك خط ميه ب 40 جنيه وتعمله جنب الحيطه على ارتفاع 30 سم او 40 سم، الارنب الصغير والكبير هيمد بوزه وهيشرب منه زيه زي البطاريه على ارتفاع 30 سم كده يا شباب. خط الميه الارنب يبدا ياكل منه ويبدا يشرب من خط الميه وياكل من العلافه، يبقى انت كده اشتغلت صح و100%. انت عندك الارنب الصغير المولود ده بيطلع بره المكان، فانا عايزك بقى ده امنع خروج الارنب في العمر ده. ممكن ارنب تاني يضربه، ذكر يضربه، ممكن يطلع ما يرجعش تاني، امه تدخل ترضع اخواته وما يرضعش، فكده هتواجه مشكله. حط قالب طوب قدام بوز الصفيحه، خلي بس مكان صغير للام ايه تزحلهم وتدخل الارانب. طبعا اتمنى ان تكون الرساله وصلت ليك او لاي حد مشاهدنا واتفرج علينا. اشكركم لحسن المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.